السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الخاصة نستضيف معنا السيد العسري محمد. أول سؤال له هو بخصوص أين وصل طموح المجتمع المدني بعدما حققتم تحالف كبير يضم مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة بمنطقة سايس بن سودة وبن دبة ومدينة قديمة، وكيف استطعتم توحيد الصفوف والكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نتوجه بالشكر الى موقع فاس نيوز وعلى الصاهرين عليه على مجهودات جباره في دعم المجتمع المدني بسيس. اما في اولا بعد العسيري محمد الكاتب العام لجمعيه نجاح التكوين الموسيقى العام لجمعيه المجتمع المدني بسيس. اما بخصوص سؤالكم، الحمد لله طموحنا ربما لن ينتهي، وطموحنا هو ان تعرف المنطقه تقدما وتعرف ازدهارا، وان يكون هناك ارضيه للتشارك وارضيه لتدبير الشان المحلي بطرق ترق للجميع وبطرق تحقق النمو لهذه المنطقة التي فعلا تحتاج منا كل الدعم وكل يعني النظر. أما فيما يخص توحيد الكلمة وتوحيد الصفوف، فأنتم تعرفون أن منطقة بن سودة أو منطقة عمود الحجاج ومنطقة بن دبة والمدينة القديمة هي مناطق نعتبرها في أدبياتنا وتجلياتنا هي بمناطق الزاوية الأربعة المظلمة، وتشابه في المشاكل وتشابه في الظواهر السلبية وتشابه في الآراء الحمد لله، وكذلك التقاؤنا في العديد من الحلول وعديد من الاطروحات تمكن الحمد لله من تاسيس تحالف قوي يهدف الى تجاوز السلبيات، والحمد لله نجحنا في شيء واخفقنا في شيء. بخصوص يعني اهم الانجازات والحاصله ديال الانجازات ديالكم البارزه، وايضا اهم المشاريع المستقبليه. الجميع يعرف ان مكونات المجتمع المدني التي تشتغل اليوم على الشان المحلي بمدينه فاس عرفت الوجود او خرجت للوجود انطلاقا من سنه 2008، وهي سنه ربما ورثنا فيها اوضاعا مأساويه هنا في المنطقه سواء على المستوى الامني وعلى مستوى التدبير المحلي. فاعتقد ان بعض الاشياء حقناها بجهود يعني مضنيه رغم امكانياتنا الضعيفه، منها اولا اننا استطعنا ان نخلي ذاكره المواطنين من شبح الفيلات الامني، ولو تعرفون كيف كان الفيلات الامني سنه 2008. الحمد لله اليوم كاين هناك استقرار امني، كاين هناك تحركات امنيه يعني جيده، اضافه الى تحقيق مركز خاص بالبطاقه الوطنيه هنا لمنطقه عمود الحجاج، كذلك افتتاح مركز الحراسه، كذلك سوء استقبال لدى الدول الامنيه ولدى السلطات المحليه. فاعتقد ان المجتمع المدني عامل على ترسيخ الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان في العديد من الدوائر، وهذا نعتبره رغم ضآلة هذا الانجاز نعتبره انجازا كبيرا نظرا لضآلة يعني امكانياتنا، ورغم ان الجمعيات التي ننتمي لها لا تستفيد لا من دعم ولا منح، فقط النضال يعني الجيد. شنو هي الاكراهات والمشاكل يعني تتعاني منها؟ الاكراهات كما يعرف الجميع هي متعدده، ولكن إكراهات ديال الباعة المتجولة ولا احتلال الملك العمومي هو المشكل القائم يعني بقوة ويؤرق التجار. الجميع يعرف المأساة الحقيقية التي يعيشها التجار خاصة عمود الحجاج، تقريبا 300 يعني تاجر تعيش اليوم حصار كبير، مما أفقد يعني المداخيل واحد النسبة كبيرة تفقدت. فبالتالي نحن نعمل في تشارك مع رجال السلطة المحلية والسلطات المنتخبة، واعتقد ان المجتمع المدني يعمل اليوم جاهدا من اجل وضع خطه محكمه لتثبيت الباعه المتجولين بشراكه مع السلطه المحليه المنتخبه. نتمنى ان لا تكون التجربه كالتجربه السابقه الفاشله لسوق السلام اللي كانت حقيقه تجربه مؤلمه ادت الى تناسل الباعه المتجولين، رغم ان سوق السلام يتوفر على 484 محل تجاري، الا ان خطه تثبيت الباعه المتجولين لم تاتي اكلها. فبالتالي تعيين قائدين يعني شابين يعني ربما يتميزان بالنزاهة والشفاء، اعتقد ان هذه من الاسباب التي ستؤدي الى نجاح هذا المشروع. فبالتالي نتمنى ان يستهدف هذا المشروع ديال تثبيت الباعة المتجولة اللي السيد الوالي اعطى تعليمات باخلاء واحتلال وتحرير الملك العمومي، ان تكون خطة محكمة تراعي حقوق الباعة المتجولين، وان يتم اخلاء مداخل عمود الحجاج محطة الحافلات التي نعتبرها يعني محطة وحيدة وبنية وحيدة تم احتضار في الباعة المتجولين. نتمنى ان يكون المجتمع المدني ان يضع خطة تشاركية محكمة تؤدي لتجاوز هذا المشكل بشراكة مع الجميع. مؤخرا قمتم برفع تقرير يضم خروقات خطيرة حول مشاريع التنمية البشرية، يعني ما قصة هذا التقرير؟ هذا التقرير وضع في شهر غشت
وكان بشراكة مع العديد من الجمعيات وبخبراء في التنمية البشرية. فهذا التقرير خرج إلى الوجود مباشرة بعد الزيارة الملكية، واللي هو فعلا تقرير ألقى يعني إعجابا من طرف العديد من المتدخلين. واليوم الحمد لله كما يقول مثل شهد شاهد من أهلها، فالسيد والي الجهة زار المنطقة وزار العديد من المشاريع التنمشية ووقف بنفسه على الخروقات واعترف بهذه الخروقات، وربما أعطى الضوء الأخضر لتصحيحها. هذه المشاريع اللي صرح ممثل السيد الوالي في لقاء كان بمجلس مقاطعة سيس والذي ضم العديد من الجمعيات، قال على أن 76 جمعية تستفيد من مشاريع التنمشية باسم عمود الحجاج، إلا أن تحريات المجتمع المدني وبحوثات المجتمع المدني أكدت على أن الساكنة أو هذه المشاريع لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، فبالتالي لا بد من إعادة هيكلتها وتوجيهها توجيها الحسن. يعني حتى لا بد أن أكمل، هذه المشاريع اللي هي 76 اللي هي وصلت المبالغ المالية تقريبا 1,700,000,000 سنتيم، أعتقد أن تحرك السيد الوالي نحن نتم من هذا التحرك، ولكن نعتبره ربما ضرر لرماد في العيون. وننتظر وصول السيدة العاملة المسؤولة عن مبادرة النمو البشرية من أجل تصحيح الأخطاء ومن أجل فتح التحقيق والوقوف على الخروقات وإعادة هيكلة المشاريع النمو البشرية، لأنها هي مبادرة جلالة الملك الحمد لله نجحت في العديد من الأقاليم، لكن المدينة توسع لبعض التعطل والمشاكل. نتمنى تضافر جهود وحضور السيدة العاملة أن يتم تصحيح الخطأ. شنو قول لكم كمجتمع مدني يعطيكم الدستور صلاحية التدبير التشاركي والمشاركة في مراقبة الشأن العام بخصوص الانتخابات القبيلة والجهوية المتقدمة؟ الجهوية المتقدمة كما تعلمون كإعجاب إعلام هي الحمد لله مشروع يرعاه جلالة الملك، مشروع جاء لتوسيع صلاحيات الجهة المتقدمة، ومشروع طموح يهدف إلى توزيع الثروات والتعاون بين الجهات. وكما تعرفون أن الدستور الجديد أعطى صلاحية كبرى لرئيس الجهة، وعموما هذا موضوع يحتاج إلى العديد من النقاش، ولكن يحتاج منا إلى دعمه، ولا بد أن ننتبه بشيء، أن تبقى السياسة المركزية حبيسة بمدينة الرباط، لا بد من إشهار هذا المشروع، ولا بد من الترويج له لدى الساكنة ولدى العامة. والحمد لله لدينا برنامج عمل ومخطط من أجل القيام بالعديد من الندوات ومن العديد من التحركات من أجل تفسير هذا المشروع للساكنة، وهو مشروع جنوب الساعة. أما فيما يخص الانتخابات المقبلة، الكل يعول عليها ملكا وشعبا، ونتمنى أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، ونعمل على تجاوز مشكل قائم جدا وهو عدم مشاركة الساكنة في الانتخابات. وأنتم تعرفون أن المنطقة عرفت مشاركة نسبة المشاركة السنة الماضية مقاطعة سيس كانت نسبة المشاركة 25%، وهي نسبة يعني ضئيلة جدا لا تبقى إلى مستويات الطموحات يعني المسلسل الديمقراطي ومسلسل الانتقال الديمقراطي للشان وجلالة الملك. فبالتالي سنعمل على حث المواطنين على تسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة بقوة، وكذلك مراقبة الأحزاب من أجل تنزيل مشروع طموح ومشروعين يهدف إلى الإرقاء إلى مستوى طموحات الساكنة. وي السي العسري، المنطقة ديال سايس معروفة بكثرة البناء العشوائي وكثرة اللوبيات ومافيا العقار، يعني واش يمكن لكم تعطيونا اخر مستجدات الملف؟ هذا المشكل ديال البناء العشوائي هو مشكل قديم جديد، وكتعرفوا ان المشكل انطلاقا من سنه 2010 مع تحرك مع ظهور حركه 20 فبراير والربيع العربي، ومع اخلاء السلطات المحليه الساحه مكن العديد من اللوبيات ومكن العديد من ايادي الخفاء وايادي الظلام ان تعبث بمصالح هذه المنطقه والسيطره على العقارات والفضاءات. وتقريبا كانت نسبة البناء العشوائي من سنة 2010 إلى يومنا هذا كانت واحد النسبة مهولة، وكان تورط العديد من المستشارين وتورط العديد من رجال السلطة والعلم في العقار، إلى أن مجهودات المجتمع المدني والتنبيه، وكتعرفون أننا قمنا بوقفات احتجاجية ونبهنا إلى هذا المشروع ديال البناء المشاكل ديال البناء العشوائي، وكتعرفوا حجم التهديدات حتى أصبحنا نعتبر أن البناء العشوائي خط أحمر. لكن تضافر الجهود وخطاب جلالة الملك الأخير حين خطابنا الأخيرين، ربما كدنا أن نقول قد هرمنا، ولكن حينما دعم جلالة الملك المجتمع المدني وأعطاه حق التشارك وحق تدبير التشاركي، وكذلك الفصل 13 من الدستور يعني الذي يعطي الحق للمجتمع المدني بضرورة المشاركة وضرورة المراقبة، ربما استرجعنا قوتنا ونظرنا من أجل هذا الملف، وأعتقد أن البناء العشوائي قد نقص
بتقريبا بواحد النسبة كبيرة، ولكن هذا لا يمنع وربما ولا يحد من طموحات اللوبي الذي يضعه أمام أعين العديد من الحدائق والعديد من الأماكن الفارغة بالمنطقة. سيدي عسيري شكرا لك.